بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نحب أن نتحدث عن موضوع يمس كل واحد منا. كلنا أيها الأحبة في هذا العصر نعاني من مشكلة واحدة، مشكلة الخوف. هذا الخوف يسبب مشاكل متفرعة، يؤدي للقلق أحياناً، يؤدي لبعض الأمراض أحياناً. هناك من كان يخاف من موجة كورونا مثلاً ومات من الخوف. بالفعل الخوف يمكن أن يؤدي للموت، وبالتالي قضية الخوف أيها الأحبة قضية يعني اليوم يعاني منها كل إنسان. خوف من المستقبل، خوف مما سيأتي، خوف من المجهول، خوف من تعسر بعض الأمور، خوف من ضائقة مادية قد تعاني منها. إنسان يخاف أن يرفض من عمله، إنسان يخاف على لقمة عيشه أن تنقطع، إنسان يخاف من المرض، إنسان يخاف من مرض يصيبه أو يصيب أحد أبنائه ولا يجد ثمن العلاج، إنسان يخاف من الموت، هناك وسواس اسمه وسواس الموت، إنسان يخاف من المجهول. يعني أنواع الخوف كثيرة جدا. دعوني أذهب معكم إلى مصدر هذا الخوف، جذور هذا الخوف، وكيف نعالج هذا الخوف فقط بتغيير نظرتك لهذا الخوف. يعني اليوم سنتعرف على أسباب هذا الداء من القرآن، ونتعرف على علاجه من القرآن. انظر معي أخي الحبيب، عندما هبط سيدنا آدم إلى الأرض كان الشيطان يتربص به وبذريته، يتوعد لبني آدم أنه سيضلهم، سيغويهم، سيأخذ معه أكبر عدد إلى نار جهنم. لذلك الله سبحانه وتعالى قال له لإبليس: وإن جهنم لموعدهم أجمعين. كل هؤلاء الذين سيتبعونك موعدهم جهنم بالإضافة لك، لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. سبحان الله، جهنم لها أبواب، كل باب له اختصاص، كل ذنب له اختصاص، سبحان الله. فإذا هذا الشيطان الآن جالس يتربص بي وبك وبالبشر، هذه مهمته حقيقة، مهمته أن يضل الناس عن سبيل الله سبحانه وتعالى. لأن إبليس طلب من ربه أن ينذره، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالله هنا قال له: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. هذه الصورة أيها الأحبة تغيب عن كثير منا اليوم. نحن اليوم عندما نتعامل في حياتنا اليومية لا نأخذ بالحسبان وجود هذا الكائن الذي يتربص بنا، والذي حذر منه القرآن كثيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا منه كثيرا. للأسف يعني عصر المعلوماتية هذا الذي نعيشه، والضغط المعلوماتي الذي نعيشه، أنسانا تماما هذا الأمر المهم. لأن مصدر الخوف من هنا أيها الأحبة، مصدر الخوف هو من إبليس، من الشيطان.
قد يقول قائل طيب أنت كيف تقول هذا الكلام من عندك؟ هذا الكلام هو كلام الله سبحانه وتعالى وليس كلامي. انظر معي أخي الحبيب، الله تبارك وتعالى يقول إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إنما ذلكم الشيطان يخوف من؟ أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. سبحان الله. إذن القرآن حدد لنا مصدر هذا الخوف، مصدر هذه المخاوف هو الشيطان. طب لماذا الشيطان يخوف أولياءه؟ من هم أولياء الشيطان؟ من هو الولي؟ الولي هو من تتبعه وتتولاه وتأخذ برأيه وتسمع كلامه وتستجيب له وتعتبره قدوة لك، هذا هو الولي. لذلك الله يقول الله ولي الذين آمنوا، يعني الله هو الذي نتبع تعاليمه عز وجل ونصدق ما جاء في القرآن من كلام الله عز وجل ونصدق الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل إلى آخره. النبي ولي لي، قدوة لي، أسمع كلامه وأطبق تعاليمه. طيب الذي يخاف يستجيب للشيطان ويسمع كلام الشيطان ويتبع خطوات الشيطان ويستجيب للمخاوف التي يؤثر بها أو يحاول التأثير بها علينا، من يستجيب له، إذن هذا الشخص اتخذ الشيطان وليا من دون الله. يعني سأبسط لكم المسألة أيها الأحبة. أنت أمام ملك، ملك من ملوك الأرض، يقول لك لا تخف أنا سأحميك، تمام؟ وهناك عبد يخوفك من شيء ما، تترك الملك وكلام الملك ثم تتبع هذا العبد الضعيف وتخاف فعلا وتصدق ما يقوله. إذن أنت اتخذت هذا العبد قدوة ووليا لك تستجيب له من دون الملك الذي هو أقوى وأقدر على حمايتك والأجدر بك أن تصدقه. طيب فما بالك بإنسان يتبع الشيطان الذي يوسوس له ويخوفه؟ طبعا الشيطان له أولياء وله جنود، فكبكبوا فيها هم والغاوون، يعني في جهنم، وجنود إبليس أجمعون. هناك جنود لإبليس من الجن، من الجن والإنس، شياطين الإنس والجن. إذن هناك شياطين من الإنس موجودون بيننا، هم الذين يعني جندهم إبليس لتخويف الناس. فأنت ينبغي أن تذهب لمصدر هذا الخوف الذي عرفنا به القرآن، إنما ذلكم الشيطان يخوف من؟ لم يقل يخوف الناس، لم يقل يخوف المؤمنين، لا، يخوف أولياء. وعرف لك الفئة التي تخاف من وساوس الشيطان وغير ذلك. فإذا أخي الحبيب هنا ينبغي أن ننتبه أن قضية هذه المخاوف التي مصدرها الشيطان يجب ألا نتبعه فيها وألا نخاف، ونتبع كلام الله عز وجل الذي قال وخافوني إن كنتم مؤمنين. فكأن الآية هنا تريد أن تقول لك كل من يخاف من بعض الإشاعات، بعض من يخوفون الناس بفيروسات وغيرها، يخوفونه من المستقبل، يخوفونك من الحروب، من المستقبل المظلم، من كذا، كل هذه المخاوف أخي الحبيب كأنما هناك شيطان وراءها أنت تتبعه فاتخذته وليا.
والله تبارك وتعالى يقول لك وخافوني إن كنتم مؤمنين. الخوف الحقيقي يجب أن يكون من الله. طيب الله ماذا وعدني؟ الله وعدني بالأمن، وعدني بالحياة المطمئنة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وعدني لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وعدني بالحياة المستقرة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة وعدني بها القرآن، وعدني بها الله عز وجل، وعدني بها الله عز وجل. فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا أنت هنا أمام معلومات تأتيك من الله عز وجل عبر القرآن الكريم، ومعلومات كثيرة تأتيك من الشيطان عبر جنود هذا الشيطان. أنت من؟ لمن تستجيب؟ طبعا الإنسان العاقل يستجيب لله عز وجل ولرسوله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. تعاليم القرآن هي حياة لنا أيها الأحبة، ولكن بشرط أن نفهمها صح، أن نفهمها بشكل صحيح. الإسلام لا يعني أبدا أن تسيء للغير، أن تنتقص من حق الغير، أن تستحقر الغير حتى لو كان ملحدا على فكرة. يعني الله كرم بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم. فالإسلام الحقيقي أخي الحبيب هو الذي يجعلك محباً للناس، محباً للخير. إذا انتشر الخوف بين الناس، لا، كن أنت وسيلة تطمئن الناس في هذه الدنيا. إذا انتشر الخوف من الفقر، الخوف من الجوع، الخوف من الانهيار الاقتصادي، لا، أنت كن سبباً في طمأنة الناس أن الأمور ستكون بخير إن شاء الله، لأن الله موجود، والله خلقني ولن ينساني، والله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. فالمؤمن يجب أن يكون مصدراً للخير والكلام الطيب، وأن يطمئن الناس ويزيل عنهم هذه المخاوف التي يزرعها الشيطان أو يحاول الشيطان أن يزرعها في عقول الناس للأسف. طيب كيف نطبق الخوف من الله عمليا؟ الله تبارك وتعالى يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني يكفيه، يكفيك أن تتوكل على الله. والتوكل على الله لا يحتاج إلى واسطة أيها الأحبة، لا يحتاج أن تذهب إلى فلان ليقول لك كيف تتوكل على الله، لا، العلاقة مباشرة مع الله. تستطيع أن تتكلم مع الله أخي الحبيب، تستطيع أن تتكلم لأن الله قريب منك. هو الذي يقول فاذكروني أذكركم. عندما تقرأ القرآن أنت تكلم الله سبحانه وتعالى، عندما تذكر الله الله يذكرك، فاذكروني أذكركم. فإذا هنا عملية التوكل على الله هي أقوى وسيلة لعلاج الخوف. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني الله يكفيني ونعم من أتوكل عليه، نعم من أعتمد عليه، نعم من أشكو إليه، الله هو نعم الوكيل. فإذا هنا أخي الحبيب التوكل على الله هو السلاح رقم واحد في علاج كل هذه المخاوف. لماذا؟ لأنك عندما تتوكل على الله تشعر بقوة هائلة في داخلك. أنني أتوكل على مالك الملك، وأعود لنفس المثال، هذا الملك من البشر إذا توكلت عليه، اعتمدت عليه وقال لك أنا سأحميك، كم تشعر بطمأنينة وأمان؟ كثيرا. فكيف إذا كان خالق الكون
مالك الملك سبحانه وتعالى هو الذي يطمئنك ويقول لك ومن يتوكل على الله فهو حسبه. كل من يتوكل على الله الله يكفيه، فالله سيكفيك ولكن بشرط أن تتوكل عليه. هذه المعاني تريح القلب فعلا، ولكن الشيطان سيبقى يوسوس وسيبقى يضغط عليك ويقول لك انظر يجب أن تخاف من فلان، تخاف من الوباء الفلاني، تخاف من زلزال قد يضرب فجأة، تخاف من يعني كما حدث تخويف الناس من مرة من تسونامي، مرة من وباء جدر القرود، مرة من ضائقة اقتصادية، يعني أساليب كلها بالنتيجة أخي الحبيب لن يصيبك إلا ما كتب الله لك. لذلك هنا الله علمنا أيضا كيف نعالج هذه المخاوف من جذورها. قال سبحانه وتعالى قل يا محمد، أخبرهم يعني لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فإذا عمل واحد إذا قمت به تضمن علاج كل هذه المخاوف، ما هو؟ التوكل على الله، أن تتقرب من الله سبحانه وتعالى، أن تضع همومك مشاكلك بين يدي الله وتريح دماغك وتنام نوما مستقرا، ولا تدري قد تموت غدا. يعني أي واحد منا أيها الأحبة معرض للموت في أي لحظة. الله سبحانه وتعالى يقول وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. لا تدري متى يأتي الموت وفي أي أرض. فإذا كنت أخي الحبيب لا تستطيع أن تضمن لنفسك أن تعيش لمدة يوم إضافي، فكيف تفكر بالأيام والأشهر والسنوات القادمة؟ لذلك هنا عندما تتوكل على الله، الله عز وجل يقذف في قلبك الزهد من هذه الدنيا، ويقذف في قلبك هذا الاطمئنان الذي يأتيك نتيجة لذكر الله، لأن الله هو القائل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نسأل الله عز وجل أن يجعل قلوبنا مطمئنة بذكره. وأقول دائما أيها الأحبة صدقوني الحياة قصيرة، لا تستحق كل هذا العناء كل هذا الخوف، والموت قريب. فقط غير نظرتك للحياة، لا تنظر للحياة على أنها طويلة جدا، وخذ عبرة ممن ماتوا قبلك. الحياة قصيرة جدا والموت قريب، والله موجود ويناديك. الله يقول لك ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فإذا حققت معادلة التوكل هذه تكون ممن أحبهم الله. فلذلك كن أخي الحبيب ممن يتوكلون على الله، لأن الله يحب المتوكلين. يجب أن تعتقد أنك إذا توكلت على الله ستدخل في دائرة من أحبهم الله، لأن الله تبارك وتعالى يقول فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. نسأل الله عز وجل أن نكون من ضمن من أحبهم الله ورضي عنهم في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.